جولة فنية وثقافية لليوم من بلشها من أسواق بيروت يلي عم تستقبل الكلاسيك كار شو. هالمعرض رح يستمر لغاية 17 الشهر وهو بيفتح أبوابه مجانا للجميع. رح بيضم أكثر من 90 سيارة بتعود للقرن الماضي، بالإضافة كمان إلى مجموعة من الدراجات النارية القديمة. تفتتح الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية موسمها الجديد بتحية للفنان منصور الرحباني، والأوركسترا رح بتكون بقيادة المايسترو أندري الحاج غناء جيلبير جلخ، ورح نسمع أغاني بتزين الساحة لمعة أبواء الثورة وحياة الرراحو وغيرهم، بالإضافة كمان إلى أغنيتين لأسامة الرحباني. الموعد رح بيكون ب 29 أيلول بسرايا بعبد الحكومة على الساعة 8 المساء، والدعوة عامة. برعاية الرئيس سعد الحريري بتقدم جمعية مارتش عرض لمسرحية حبيب الكل، وهالمعرض بيعرض مواهب وطموحات شباب وصبايا عكار. من بعد ما جال العرض بعكار وطرابلس رح يعطي موعدين للجمهور ببيروت ب 16 و23 الشهر على خشبة مسرح دوار الشمس بتمام الساعة 7 المساء، والعمل من تأليف وإخراج نعمة نعمة. أنا جوليانا من عكار، نزلت على بيروت كرمال الشهرة. أنا كتير بحب أرقص بس بعكار عيب. أنا روزان وعمري 22 سنة وما عم بلاقي شغل، إذا بتكون تعرفوا ليش لاقوني بمسرحية حبيب الكل. أكتر من اللي أنا بحلم. منتابع مع الأعمال المسرحية، وبيقدم لاتوليه دي جو عرض جديد بضم 14 مشهد، مش مسرحية مثل ما دايما بيسموهم. المواعيد رح بتكون ب 28 29 30 أيلول 1 5 6 7 و 8 تشرين الأول على خشبة مسرح بيريت بالجامعة اليسوعية ببيروت، والعنوان العريض لهالمشاهد هو العرض بسلامتكم. منتابع جولتنا ومننتقل إلى سينما متروبوليس سوفيل يلي عم تستقبل الدورة الثانية من مسكون فيلم فاستيفال، مهرجان أفلام الرعب والفانتازيا والإثارة والخيال العلمي. هالمهرجان رح يستمر لغاية 17 أيلول، وبالإضافة طبعا إلى عروض الأفلام رح بيكون في ورش عمل كتيرة عم تتنظم. من بعد ما يخلص مهرجان مسكون بينطلق مهرجان أو أسبوع الفيلم الألماني بدورته الرابعة كمان بسينما متروبوليس سوفيل وبالتعاون مع معهد جوتي. المعرض أو المهرجان رح ينطلق ب 21 أيلول وبيستمر لغاية أول تشرين الأول، ورح بيتم عرض 7 أفلام ألمانية معاصرة، بالإضافة إلى تحية إلى الممثلة والمغنية الألمانية مارلين ديتريك. You know, I boomerang, baby, if you fly, away from me, you'll fly back, my boomerang, baby, to me. ننتقل إلى البيال يلي رح يستقبل الدورة الأولى من بيروت ديزاين فير بمشاركة 44 عارض رح بيقدموا أكثر من 100 مصمم من حول العالم. الموعد رح بيكون ب 20 أيلول، والبيروت ديزاين فير بدورته الأولى رح يستمر لغاية 24 أيلول. مننتقل إلى الأيوبي يلي رح تستقبل أمسية بعنوان Remembering and Discovering مع الأنصامبل العربي لبرنامج زكي نصيف للموسيقى بقيادة الجنرال المتقاعد جورج حلو ومنال بوملهب. الموعد رح بيكون ب 19 أيلول بتمام الساعة 8 المساء بالأسامبلي هول.
من الايوبي الى اليو اس جي وتحديدا قاعة بيير ابو خاطر يلي رح تستقبل اليوم امسية صوفية مع الشيخ احمد حويلي وبرافقه فرقة موسيقية بقيادة اسامة عبد الفتاح. الموعد اليوم بتمام الساعة 9 المساء. لا 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 يجوز الكلام على قمر يتعب العاشقين، سلام على من رآه فصام وصلى على صدري ويدي على صدري ويدي. وختاما اليوم الجمعة وموعد ثابت مع زميلنا يقظان التقي ضمن المجازين السياسي على إذاعة الشرق. اليوم المجازين أخذ منحة أكثر تشكيلي، وبالمجازين لليوم اللوحة التشكيلية كجزء من التحولات السياسية والاجتماعية الثقافية مع ضيوف اليوم الأساتذة الفنانين حسن جوني، شوقي شمعون وجميل ملاعب، ومداخلة هاتفية للفنان أمين الباشا يلي افتتح معرضه الاستعادة امبارح بمتحف سرسق، ومداخلة كمان مع أميل حنوش عشية افتتاح متحف للفنون التشكيلية بشتورة. هيك منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. بذكركم أنه المجازين السياسي كمان توقيته بتمام الساعة 8:30 صباحا على إذاعة الشرق. كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخد فكرة مع جوال. مشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير صار معنا على الخط ليعطينا فكرة أكثر عن حال الطرقات اليوم. مرحبا. صباح الخير. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي مثل ما بين قدامنا على الكاميرات، حركة السير عم تكون كثيفة اليوم من المدينة الرياضية. نعم. كمان عم تكمل المدينة الرياضية باتجاه الكولا، عم تكون حركة السير كثيفة. اوكي. أما باتجاه كورنيش المزرعة كمان مثل ما بين قدامنا حركة السير ناشطة. وصولا حتى النفق الوسط على المدينة على الوسط التجاري كمان عم تكون حركة سير كثيفة. بالنسبة للخط الأشرفية عم تكون حركة ناشطة على الإشارات من الحكمة باتجاه برج الغزال، برج الغزال كمان مثل ما بين قدامنا حركة سير ناشطة مع عنا كتير ضغط. وصولا لبرج المر لنبلش نشهد حركة سير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمراء، شارع الحمراء عم تكون حركة ناشطة مع عنا أي ضغط سير. بالنسبة لأوتوستراد شهر الحلو عنا حركة سير ناشطة باتجاه الصيفي، من الصيفي كمان باتجاه الوسط التجاري كمان حركة سير عم تكون ناشطة. الخط البحري من ليبيا للبورش كمان حركة سير ناشطة باتجاه عين المريسة، عين المريسة كمان عم تكمل حركة سير طبيعية باتجاه الروشة، الروشة عم تكون الحركة شوي كثيفة. نعم. بالنسبة للمدخل الشرقي حركة سير ناشطة من السياد باتجاه اقتصاد رئيس أمين لحود وصولا حتى الكارانتينا. أما على الأوتوستراد العدلية باتجاه الأشرفية على الجسر عم تكون الحركة كثيفة. بالنسبة للبربير عنا حركة سير كمان ناشطة اليوم باتجاه كورنيش المزرعة، كورنيش المزرعة حركة شوي عم تكون كثيفة اليوم. نعم. بالنسبة للمدخل الشمالي حركة سير اليوم كثيفة من دبي مثل ما بين قدامنا باتجاه أنطلياس، أنطلياس كمان حركة سير كثيفة. الطريق البحرية اليوم كمان عنا ضغط سير كتير باتجاه نهر الموت، نهر الموت عم ترجع تكون الحركة ناشطة باتجاه بيروت. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلية بال 24 ساعة الماضية تسجل 858 محضر. منيح. نزلوا عن الألف ونزلوا 200 فرق يعني. تقريبا. شو خير، شو كان في بركة مزوط على الطرقات أو شيء؟ لا العالم بلش شوية تلتزم أكثر. ان شاء الله. اوكي. اما الحوادث اللي تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية كمان سجل 6 حوادث نتج عنهم 11 جريح. خي كمان ما في اطلع كثير حلو الحصيل اليوم. شوي الحوادث. الحمد لله. اكيد ان شاء الله بيقوموا بالسلامة وعلى السريع ويكونوا تعلموا درس. هذا اكيد. اوكي. للاتصال اكثر عن حال الطرقات الاتصال على 1720 او متابعتنا عبر السوشيال ميديا التويتر والفيسبوك. كثير منيح، شكرا لك جوزيف، يعطيك العافية. بريك جديد نرجع من بعده لاخبار صباح، خليكم.